نفى رئيس بلديه مدينه البندقيه ان يكون اصدر قرارا بمنع كل الحقائب المزوده بعجلات بلاستيكيه استجابه للاحتجاجات الكثيره لسكان المدينه من ضجيج ملايين الحقائب من هذا النوع في الشوارع في ساعات الليل والنهار على السواء وكان بيان سابق تحدث عن السماح فقط باستخدام حقائب مزوده بعجلات مطاطيه او منفوخه بالهواء او بالسوائل في الوسط التاريخي للمدينه القديمه والجزر وأشار البيان الأول إلى أن البندقية تمثل أكبر معلم سياحي في العالم اليوم إذ تستقبل 27 مليون سائح سنويًا